بركاته الله وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايب لكم افتحات جديده. افتحات جديده ايه بقى؟ رز وملوخيه وسلطه ولحمه. لحمه الجزار. يا لحمه. نبدا التحدي. نبدا. لا انت خليكي ما تبدايش دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعة أنا جميل. اتفضلوا كل تعالوا كلوا معانا. اه ما هي تعيط يا تضحك. حالة هستيريا. انت عايزة ايه يعني؟ اعيط؟ لو عايزة انا اعيط انا ممكن اعيط. عياطي. رز رز ملوخيه ملوخيه ورز لحمه وسلطه. تحدي. وانتوا ايه علاتو؟ لا هنكسبهم النهارده يا بنتي. هنكسبكم. خليهم كسبانين. بس ما خسرنا مرة وعملنا مش عارفة. اللي لسه عنك بيتفرج علينا جدا يخش يعمل لايك وشير واشتراك والقناة وفعل الجرس عشان يوصل له كل فيديوهاتنا نعملها. اللي بالتحدي بس الملوخية والرز. لكن السردة بره التحدي. ملوخية والرز بس؟ عجبتك الملوخية ايه يعني؟ جميل. لا اله الا الله. قبل ما تعملي كنت بتعملي السلطه دي عشان بتقولي مش هاكل ملوخيه. دلوقتي بتسف الطبق ليه بقى؟ ملوخيه جامده. سيبهم هما يتكلموا احنا مالناش دعوه بيهم. والله يا هديه شاهد كانت بتقول ايه ما اكلش ملوخيه انا ماليش فيها. تعالوا اتفرج. بصوا المعلقه بتتملي ازاي كده. لا وناقص عليها تشيل. والله لا اقول لكم حاجه انا ما بقتش احب الطول. الملوخية بتتعمل بتوم فانا ملقتش فيها التوم. يعني ايه؟ تقيل. هي طعمها حلو جدا. بس كمان ملوخية بطاطس لحمة جميلة يا تيتا الفاضيش فاضخ مانو وناس يا جدعان يا حلاوه دي انا والشيف لحمه هو اللي علينا النهارده كده. يلا سيبك جنبك بعد اذنك. دي غلطه طبيعيه. اضربك. قولي انك ايه؟ شاطرة. قولي خليكي خلصنا. على فكرة يا جماعة التحدي النهاردة بجد والله احلى تحدي. العقوة هيبقى بيض ويتفقش على الرز. لا شيل الحاجات كده. لا عشان تعملي شاور. سددت الشاور او المتكة على الباور. ايه طلع تعمل فلاش. عمري ما برتبك مع اي حد مشترك. كل يتفقش بدا علينا. انت قربت تخلصها اهو.
حطوا لايك بدل ما اعمل لكم زي مالك. لا اهدي احف لايك جاكي لسه جايباه لسه اول لبسه ليا. اضرب لك حجرين. معلقه روز جميله حلوه ميزيز. عن هتخسر ان شاء الله. عن يلا احنا سكتنا. انتوا يا جماعه كل بهريس كولي ده جامد. انا مش شيف يعني. الموشة جميلة قوي. عارفه خلاص. بصي بتقول لك ايه؟ بتقول لك خلصوا كسبوك. كسبوكوا. نايم من نفسهم يا يوم. يوم احنا اخر مره احنا كسبين. خلص على طول. ملوخيه. جميله وميزه وحلوه. عشاب كله. يا ترى بنتي داخل جوه تعمل ايه؟ اكيد شربي يا سوس. شربي شربي هنا. عبدوني تحت الدش بهدومها. عامله ايه يا سوس الملوخيه؟ شاطره. تيتا عمرها ما عملتش حاجه وحشه صح؟ طبعا. بتاعنا انجو. تعمل ايه يا سوس؟ والله انا خايفه يا كلاب لا تيجوا في يوم تعملوا مقلب فيا في الطبيخ. انا فاهمه ولد مخ دون اريان. خلاص طبق السوداء. خلاص لا جميل. واخد طبق وحش. بعش الزوجيه. عيلته بقت عيلتي. مامته بقت مامتي. سمعني سلوكه. يلا انت وهي هنجيب ورق حلو وبنتك. او بنت عموره وولدين كده وكده هنعمه وراضيين. اهم حاجه نكون مع بعض على كل حاجه اقول له امين. خلاص يا رب بقى متفقين هشيله جوه لين العين. واقف معانا وقت الجد هلاقي دايما زيك فين. هعيشه هارون رشيد اخلي حبه في قلبه يزيد. يا نيانا يا غسيلي يا غسيلي يا نيانا يا غسيلي. عشان ما كنتش الاكل كله. لا هو ده كان اللي عايزه عشان ماما. يا هو يا ضحك العيد يا كوبايات. يا هو عندنا رز ولحمه. اهالينا علمونا ما نكلمش بس. لا كفايه العقاب. يلا يا اسماء امسك لك عينيا. يلا يا ملك. يلا يا ماما. اقعدي يا بنت حلوه. يا نيانا يا غسيلي والقياس مش هتعرف تنشفي. يا حلا اصبري بقى يا ماما. يا اصبري بقى يا ماما. والنوبيت وياهو. لا يا ملك هي ميه. ده ميه. بس جابر الحاج مشيت. ده خلاص احنا عقدناهم. بس اشكالهم عامله ازاي؟ احنا كده عقدناهم. بس يا سناء كان ده احسن من اشكال. سيبي يا سناء. سيبي يا سناء بقى. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك والقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بنحبكم. باي باي. لهم بينون لهم باي. باي. يلا 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 اخر حاجه. مع السلامة.